هنا على ضفاف نهر سين في جنوب غرب روسيا تقع مقاطعة كورسك التي عادت لتخطف أنظار العالم بتعرضها لتوغل أوكراني وصف بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن كورسك ليست جديدة على المعارك الكبرى، فهي شاهدة على أعظم معركة دبابات في التاريخ. في عام 1943 حشدت ألمانيا أكثر من 500 ألف جندي و2700 دبابة لعملية القلعة لاستعادة الهيمنة على الجبهة الشرقية، لكن السوفييت كانوا مستعدين بتعزيزات تجاوزت المليون جندي، محولين كورسك إلى حصن منيع. في الخامس من يوليو 1943 اندلعت المعركة، وكانت على أشدها في بروخوفكا على بعد 50 ميلاً من كورسك. رغم الخسائر الفادحة، نجح السوفييت في إنهاء الهجوم الألماني، لكنهم دفعوا ثمناً باهظاً، حيث قدرت خسائرهم بـ800 ألف ضحية. كورسك تبقى شاهدة على معركة غيرت مجرى التاريخ، تروي قصصاً لا تنسى.